كلمه انه في دهاليز الاتحاد الافريقي هنالك مؤشرات تعطيك على انه النفوذ المغربي بدا يتراجع. صافي مشينا معلم، الاعلام الجزائري قال لك صافي فوز القجع مشى فيها، الافارقه تقلبوا علينا سيدي، والجزائر دخلات بقوه وهي اللي عاد تسيطر، والكاف عيولي ديالها افريقيا عاد تولي تابعه ليها، وهذا وليد مصدي صافي جرى على فوز القجع. المهم حنا هذا الفيديو هذا غادي نخليه لكم الاعلام الجزائري كدليل، احنا سيدي متفقين معكم المغرب ما بقاش عنده حتى شي سيطره، ما بقى فوز القجع كيحكم في حتى حاجه، صافي الافارقه تقلبوا علينا، انتم اللي وليتوا حاكم، انتم اللي مسيطرين، عاهية توليو تخرجوا تقولوا راه المغرب دار لينا ولا فعل لينا وترميو الفشل ديالكم علينا، هنا راه نجبدوا المصويطه وغنشوهوا لبوكم دوك الفخار، لان صافي راه نتوما قلتوا بان المغرب الفوز القجع صافي ما بقى عندوش شي حكم، الافارقه تقلبوا علينا، نتوما اللي مسيرين دابا هادشي هذا، ايه يا سيدي حنا نتسناو تونس ما ترشحش وتخليكم نتوما تاخذوا البلاصه ديالها، احنا عنساينو هادشي هذا، ها هي راه سلخوكم عاوتاني ما تخرجوش تقولوا فوز القجع دار لينا فعل لينا تآمر علينا، راه هو اللي سلخنا راه هو اللي دار لينا، ها نتوما كتقولوا دابا بان فوز القجع ما بقى حاكم والو، افريقيا تقلبت علينا، المغرب ما بقى شاد في يديه والو، هاد سيدي نتوما اللي شادين، هنيئا لكم اسيدي، ها هي ملي تفشل تحمل الفشل ديالك، ما ترميش عاوتاني على المغرب وعلى فوز القجع، ابو قويديما رفيق واحد، على فكره سلم عليك رفيق بوبكر، احنا شادينك من لسانك دابا، قلتي بان فوز القجع ما بقى عنده حتى شي حكم، ما بقى مسيطر على افريقيا لا والو، وعدكم ثقه كامله بانكم نتوما اللي عاد تسيروا، ايوا سيدي نهار تفشلوا في شي حاجه تحملوا المسؤوليه ديالكم. نسمعوا بوك خرجي قلتي المغرب دار لينا وفوز القجع دار لينا، راه قلتها لك ديك النهار نحسنوا البوك ديك القوه ديما، بلا ما خسرتي فشلتي تحمل المسؤوليه ديالك، ما تقوليش ترميها علينا حيت حنا ما بقينا حاكمين والو، هانتوما قلتوا سيدي فوز القجع صافي سالا، فهاد الفيديو هذا نخليه كدليل عليكم وعلى كلامكم باش نهار تهمونا ثاني ولا تقولوا المغرب دار لينا ديك الساعه تكون هضره اخرى. نخليكم نضحكوا شويه مع التالق الجزائري، قال لك حنا في افريقيا في هاد كاس افريقيا الاخيره، قال لك اي حنا خسرنا ما درنا والو خرجنا من الدور الاول ولكن ربحنا استراتيجيا وكذا، اي هي ان شاء الله ان شاء الله بربي. نخليكم تضحكوا شويه كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات، الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. اعتباره ابن القاصر، هذه الفكره جمال علام تخلص منها في على مستوى مصر ويفكر في المستقبل، لانه إلي بريزون ابارونتير. بدايه الطموح جمال علام هو في اتحاد شمال افريقيا، ما راهوش عود في المكتب التنفيذي للكاف، لماذا؟ لانه مصر ممثله بهاني ابو ريدا عضو الفيفا، اللي اس كاليتي، ما يقدرش يكونوا اثنين من نفس البلد. المغرب ما يقدرش يكون عنده اثنين من نفس البلد لانه المغرب ممثل في الفيفا وبالتالي هو عضو في لاكاف. بقي مقعدين في ايناف شاك دوزون، يعني عهده تاع 4 سنين بصح شاك دوزون كان انتخابات بين 3 بلدان الجزائر تونس وليبيا. باش نولوا اليوم للطرح، بدايه قلت لك النواه كيف بدا التكتل، انه اكيد احنا ما حش نمشيو مع يعني خصمك اليوم اللي هو فوزي القجع، هو خصمك راح تمشي اما تترشح انت لليوناف اما دير تكتل مع شخصيه اخرى. مادام هو جديد في اتحاد الجزائر لكره القدم، اعتقد انه من باب الاستراتيجي دار له لوبينغ دون ان يكون رئيس لليوناف، دار تكتل مع جمال علام. اوريزمون بتات ماشي هاني، اقول لك اوريزمون بتات هاني غلط، كاين رئيس جديد بطموحات جديده في مصر اللي هو جمال علام. وليد صادي اول شيء داروا دار تكتل مع جمال علام، سيتي ان كو دي ينجح ولا ما ينجحش. بقى جمال علام وقال له وليد صادي انا نشوفك رئيس يعني، والاخر كان حاب يكون رئيس، سي بون راني معك صوتين. المغرب فوزي القجع عنده الشلماني اللي هو راهو يحتضن فيه في لاكاف، وهو يعني يرعاه وزن بالثقل تاعو في الجمعيه العامه باش يحافظ على العضويه تاعو في المكتب التنفيذي على حساب جهيد زفيزف، وقبل ذلك نجح في 2021 الشلماني امام عمر بهلول في مصر. يعني كان اثنين مقابل اثنين. بقي صوت تونس. صوت تونس بكري كان وديع الجاري اللي ما كانش مع الجزائر. ما كانش مع الجزائر صراحه، ما كانش مع الجزائر. وديع الجاري عنده مشاكل مع العداله التونسيه وراهو رهن الحبس. وداروا جمعيه عامه برانسيبي استثنائيه راح يديروا رئيس جديد، ولا داروا رئيس جديد الاتحاد التونسي لكره القدم. الانتيريمار اللي كان اليبوك مشى مع الجزائر مع مصر، ولو 3-2. هنا الامور حسمت على مستوى ليناف، بدليل انه فوزي رجع ما ترشحش للرئاسه لانه على باله خاسر دافونس. لم يكن الانتيريمار تاع تونس قادر يترشح للرئاسه لانه مجرد انتيريمار، ولكن مشى مع التكتل الجزائري المصري ولو قوه على مستوى ديناف. جمال علام ترشح بدون منافس لانه القجع على باله بلي يخسر،
ولا فيس بريزيدونس فيها اثنين ماهوش واحد، تقول وليد صادي وكاين الشلماني. الشلماني ترشح لانه كاين دو بوست دو فيس بريزيدون ما كان ولا ثاني دو بوست دو فيس بريزيدون نفس صلاحيات ما كاش نائب اول ما كاش اول ما كاش ثاني بور ما كاش اول ما كاش ثاني. اخر اجل ايداع ترشيحه كانت يوم 9 ديسمبر سي بو سات ريزون خرجت الهضره ولا فاف قالت بلي اي ديفيني فيس بريزيدون. لماذا؟ لانه كاين دو بوست وترشحوا لها اثنين وليد صادي وحكيم عبد الحكيم الشلماني، واصبح تحصيل حاصل قبل موعد الجمعيه العامه اليوم على انه وليد صادي حيدي فيس بريزيدون. اليوم تم ترسيمه فيس بريزيدون هو وحكيم الشلماني. هذا واش صرا. ولكن النقطه الايجابيه فيها قلت لك اننا كسبنا معركه النواه اللي هي اتحاد شمال افريقيا اللي تعتبر اون زون بارمي سي زون من لاكاف. بعد ذلك واش حيكون البدايه يعني الايجابيه؟ يبقى قلت لك دون اون اني يتخلص العهده تاع وديع الجاري باردون يعني قلت لك انا الشلماني 2019 2023 دوك 2023 2027 وديع الجاري 2021 2025. مازال لاكاف ما نحاتوش، عنده مشاكل بالعداله التونسيه ولكن ممكن يتنح في اي لحظه. ولكن جو بريفير كي تعاود يعني تحط راسك بوتيت اني غلط يقدر تحسب لك موندا. الموندا مازال ما خلاص. جو بريفير نبداو نخلو الموندا تاع وديع الجاري خلاص جاسبر بيان ودخل في صراع على المقعد مع تونس، لكن ليس مع وديع الجاري لانه المشكل مع العداله وما راحش يكون رئيس الاتحاد التونسي سي فيني اللي بلو رئيس الاتحاد التونسي. مادام اللوبينغ درناه على مستوى اتحاد شمال افريقيا اقول ممكن جدا، اقول ممكن جدا لانه الرئيس الجديد الاتحاد التونسي راح يكون جديد بارابور وليد وديع الجاري لا جديد بارابول وليد صادي خلينا بارابول التكتل. وضحت الفكره. وممكن جدا اقول ممكن جدا انه يكون هناك اتفاق بين تونس يعني رئيس الاتحاد التونسي وصادي انه في 2025 ما يترشحش ضده. بوتات هذه الحسابات باش تربح افريقيا باش يعني عده حسابات من بعد باش لاكاف تولي مسيطر فيها اشياء يخليه يدخل كونديدا اونيك يجوز بدون انتخابات مثل ما حدث في 2021 عندما ترك فرصة خير الدين زتشي فرصة التنافس على مقعد الكاف وفكر بعيدا في الفيفا ودخل في حرب يعني خاسرة منذ البداية وترشح ضد هاني أبو ريدة وفوزي الرجع وانسحب في آخر لحظة لأنه اقتنع أنه ما يقدرش يروح للفيفا لأنه قلنا انتخابات الفيفا لتبوء منصب في مجلس الفيفا على مستوى الكاف تتم وفق لو جروبون لينغويستيك لا وفق اللغه. وهو راح في الانتخابات وصاب اثنين يعني لو جروبون فرانكوفون وحده اونغلوفون وحده ولو جروبون تاع ارابوفون ليزوفون اسبانوفون جبد. خلى وديع الجاري ما راحش يترشح في لاكاف. وديع الجاري جاز بدون انتخابات وبالتالي عندنا اليوم فرصه من ذهب. الجزائر لها لديها فرصه من ذهب من خلال وليد صادي اليوم مع بدايه اول خطوه للتكتل الايجابي على مستوى اتحاد شمال افريقيا. ممكن جدا ستجده العام المقبل مترشح وحيد ما يكونش تونس ويدخل المكتب التنفيذي اللي غادرناه ديبي 2017 منذ محمد الراوراو. واضح حسب امين. انت كنت في افريقيا كنت في كوت ديفوار والاتحاديه كانت هناك ووليد صادي كان هناك وتكلمت معه اصلا وكانت عندك شهادات حول ما قامت به الاتحاديه ممثله في رئيسها او اعضاء المكتب الفيدرالي. توافق ما قاله سفيان ورفيق؟ تحس ان وليد صادي يجيد جيدا اللعب بادغال افريقيا وكواليسها؟ اسمح لي قبل الجواب تفضل. ما كانش في افريقيا كان في راه في افريقيا ومازالوا في افريقيا ما تنساش الادغال لا لا افريقيا تقعد هنا في القاره الافريقيه. اولا كما تحدث رفيق وتحدث سفيان اليوم انا نطرح سؤال قبل الجواب على سؤالك نبيل. هل الرؤساء السابقين اللي مروا على الاتحاديه الجزائريه لكره القدم واحد فيهم وصل باش يكون نائب رئيس اتحاد شمال افريقيا؟ كانت كانت ما نحكوش على بالتداول كانت بالتداول كل عهده تروح البلاد درك في انتخابات. قلت لك الرؤساء السابقين ما تحدثش على تحدث ما بعد راوراو قلت لك على ثلاثه الف واحد ما كان اليوم كما تحدث سفيان كانت عنده شجاعه اولا باش يتقدم بزاف كان انتريمر لفتره وجيزة. لكن ما سمعنا ما ولا واحد سمع ولا ما كانش تاثير ما عنده ولا تاثير. اليوم وليد صادي نشوفوه فقط في كوت ديفوار
كيفاش كان يتعامل مع الجماهير الجزائرية. حتى الدخول الأنصار كان من بوابة على ما أظن رقم 10، غير لهم في المباراة الثانية، غير لهم المدخل للمشجعين الجزائريين من أجل تسهيل عملية الدخول، لأنه كانوا يعانين صراحة الجماهير الجزائرية. اليوم نشوفوا بعض الناس تتكلم اليوم على وليد صادي من ناحية المدرب. أنا ما نظنش كاين اليوم رئيس اتحادية راه يقوم بالعاملة ويقوم به وليد صادي. ما وما وليد صادي نعرفوه كرئيس اتحادية، ما عندنا معاه، ما نعرفوه، ما عندنا معاه ولا شيء، ما عندنا حتى علاقة مع وليد صادي. لكن نتحدثوا، لأنه بعض الناس ما يعجبهاش اليوم الحديث عندما نتكلموا على وليد صادي. احنا نتكلموا على وليد صادي كرئيس اتحادية ونقطة إلى السطر. لو كي يصيب نقولوا أصاب، غدا يخطئ وليد صادي نقولوا أخطأ وليد صادي، وعادي جدا. لأنه بعض الناس تتكلم خاصة أصحاب الصفحات اليوم اللي رام يهاجموا في وليد صادي بسبب المدرب، وقال أنه المدرب صافي شحال من اللي كملنا كأس إفريقيا مازال ما عينوش المدرب. كاين هناك دار لجنة مختصة من أجل تعيين المدرب، هو يقوم أكيد بدراسة ملفات المدربين بسيرة ذاتية للمدربين. نتمنى له كل التوفيق كما قال سفيان في المهمة هذه الجديدة، لما لا من أجل الذهاب إلى الكاف مباشرة في 2025 كما تحدث رفيق. رفيق ربما توافقني الرأي، هي في إفريقيا، أنت ما تحبش هذا المصطلح في كأس في إفريقيا، باش ما نبانوش عنصرية، لا أفارقة. لا أكيد هي في قارتنا الإفريقية. فقط كلمة أنه في دهاليز الاتحاد الإفريقي هنالك مؤشرات تعطيك على أنه النفوذ المغربي بدأ يتراجع، ربما آخرها إقصاء الحكم المغربي رضوان جيد من الشارة الدولية الإفريقية بعد رفضه إدارة المباراة الثالثة ترتيبية. هذا مؤشر واضح أن الكوب الأفريقي اليوم احنا من الناحية الرياضية فشلنا، خرجنا من الدور الأول، لكن من الناحية الاستراتيجية ربحنا كثير وكثير، يعني لأنه اللوبي المغربي اليوم اللي كان سبب في عدم تتويج اتحاد الجزائر ورياض محرز وعديد من اللاعبين الجزائريين، وفي معاقبة عمروش، وربما في 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 عرقلة بتات مصالح المنتخب الجزائري، يعني في مشواره، في عدم الإبقاء على غربال وقراري في المباراتين، والحكم المساعد الثاني يسمح وزرهوني يسمح لي للنهائي، كانوا قادرين يديروا لا فينال. يعني هذه الأشياء في لاكوب دافريك يعني سيتي جوستيس ديفين. لماذا هي عدالة إلهية؟ لأنه مباراة الكونغو الديمقراطية فضحت المغرب، فضحت ممارسات الأقجاع والمدرب الركراكي، بانوا على الحقيقة تاعهم، وبان بلي أنه النفوذ ديالهم هو اللي خلاهم يتسبوندوش كما جاوش للشارب بحجة الأرام، عندهم عقد مع الأرام ولازم يجوا في الأرام وما يجوا في فولديراش، لأنه في لاكان إيديسات ما جاوش في نهاية الأمر، كانت حجة وهي تاع الأرام، لأنه ما جاوش في الأرام في نهاية الأمر في إيديسات، لأنه إيديسات لاكان كومبيتيسيون قائمة بذاتها مؤهلة لكأس العالم. هذه الأشياء حنايا تأثرنا منهم، ما كناش اتحادية قوية، ما كناش في الإكزيكيتيف، وكنا عشاك فون نقولوا لازمنا الآلة الدبلوماسية والاستراتيجية، ولازم لك رئيس يدخل للاكاف يدير اللوبين. كانت أشياء كنا نقولوهم في عدة مرات، ولكن الرؤساء السابقين ميزابار عمارة شرف الدين اللي كان قادر يكون قوي أو نيفو دلاكاف، وحنا حاربناه، خسر بالماضي حوزنا شرف الدين، سوني با نورمال. دابا ربي حنا اللي صاجين نكرهوا رواحنا، نكرهوا الجيري، لانه الناس كتدافع على مصلحه شخصيه، على اشخاص، تقدس اشخاص على حساب النظره يعني البعيده والاستراتيجي اللي تخلي الجيري على الاقل ما تحبش او ديفو دي انستونس. اليوم لاكاف قلت لك لاكان باردون تاع كوت ديفوار خسرنا من الناحيه الرياضيه، لكن خرجنا بمكاسب استراتيجيه، لان النفوذ المغربي تكسر، الافارقه يعني اكتشفوا المغرب على حقيقته، حتى فوزي لقجع حب يكبر فوق رئيس الكونفدرالية، حب يربح حتى الجنوب افريقيا ولو بطريقة غير رياضية، بعد لارديسي كونغو جنوب افريقيا، ثم الحكم المغربي اللي عطاولو الماتش دو كلاسمو، ويعني فضيحة كبيرة، انه صار دير مؤشر قوي على انك تشوف روحك اكبر من افريقيا. إيسا يعني تمادى في الاخطاء فوزي لقجع، ربما هذا الفكر ديالو على انه قوي في افريقيا حب يدوس على الافارقه، جو بونس سي لا غوت كافي دي بور ديال فاس، واليوم كل شيء انقلب عليه، السحر انقلب على الساحر، وافريقيا اكتشفت المغرب على حقيقتها. خروج جيد، عدم رفضه اداره مباراه ترتيبيه اكيد باعاز من فوزي رجع، ماهوش انا ربيت يديرها من راسه، مؤشر قوي على انه افريقيا ستطوي صفحة المغرب، وبالتالي هي فرصة الجزائر من أجل الدخول وبقوة.
تتفاوض من موقع قوة مع الأفارقة، لأنها اليوم بانت بالجزائر كانت على حق، على الأقل أنه كانت هناك تجاوزات خطيرة من جانب فوز القجع حتى نهائي رابطة الأبطال لعب في 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 المغرب، وتم اتخاذ القرار يعني بفريد الفينال الأهلي فرصهم يلعبوا مع الوداد البيضاوي في المغرب في مباراة واحدة، يعني فضائح كثيرة وكثيرة جدا. وعليه اليوم المشهد تغير اونيفو دو لاكاف سي بور سا تيزون. قلت لك انا نتكلم على الجزائر، ماشي صاديو، ماشي فلان، ماشي فلان، حتى نتكلم على الجزائرية. الى حبينا اليوم الجزائر تكون في ليزانستونس، تكون الاله الدبلوماسيه ودعم الدوله والناس كلها معاها، نحطوا الحسابات الشخصيه ونعطوا للرجل فرصه انه يدخل ليكزيكوتيف. هاد نون سيلمون عنده لي ديفوي، عنده القوه، عنده الطاقه، عنده الرغبة انه يرفد الجزائر اونيفو دي 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 انستونس. وعندك افريقيا اكتشفت حقيقة المغرب، يعني كل الفرص امامنا من اجل عدم تكرار اخطاء خيب دين زتشي وجاهد زفزاف اللي خلاو المقعد شاغر لتونس ثم لليبيا، الا عمارة شرف الدين اللي عنده مواصفات الرئيس الكبير اللي كان قادر يرفدنا يرفدنا الى مستوى عالي في افريقيا. ولكن الفرصه اتيحت لنا من جديد، نستناو 2025 ولكن اليوم كل المؤشرات راح تقول بلي راح نشوفوا خارطه جديده على مستوى الكاف، وعلينا استغلال الفرصه. لو اليوم نبقى نسمع بعض الاشخاص الذين لم يكونوا يعني يتحدثون بنفس الطلاقه بخصوص خير الدين زتشي وجهيد زفزاف، واليوم يحبسوا في النقطه والفاصله، النقطه والفاصله البولان بريزون اللي عنده اربع اشهر فقط، علاش ما درتش هذه، علاش ما درتش لونترينور، نو سا نحس ميشونسي غراتويت، ونحس بلي الناس عندها اجنده سيد. اجنده راهي تنفذها، هما نقاط في اجنده تاع ناس ينفذوا فيها يعني دي ضرب مصلحة الكرة الجزائرية، ونحبس إلا في الكرة الجزائرية من أجل الحفاظ على مصالح ضيقة. هذه ستطلعي يوم تشوفها، لأنه قلت لك أنا أفو خدني زتشي خلها 2018 ما بعتوش الولد زميل اللي بعتوا له أورديلي، إذا بعتوها أم يقولوا بعتنا أورديلي en 2019 خلاو بهلول en principe le président de la fédération هو اللي يروح. كان شرف الدين كان قادر نحينا حوزناه، وجا زفزاف خسر مع الليبي لانه عنده اللوبيك تاع الماروك، والناس يزون باناليزي هذا الشيء وقعدوا يحاربوا في لي جورناليست يكتبوا في سيت على فيديراسيون، وكاين الناس اللي كانوا عندهم ان انتيري مع اشخاص او نيفو دو لا فيديراسيون يقولوا اي كلام ويقدسوا لك في بالماضي ويحاربوا في الناس اللي تتكلم ويقول لك هذو اعداء الجزائر. انا عندي يعني المعطيات وعندي الحجه والبرهان باش نقول لك بلي اليوم عندنا في منعرج حاسم بو لا فيديراسيون جيل دو فوتبول بو لو فوتبول الجيريان. اذا اليوم نقصوا الحديد وما نوش على شاك بلاطو تجو نبكي وحقرونا دارونا باسكو هذه القاعده، حبي تقبلها ولا تربيها، لازم تكون كبير وليس صغير وتبكي على الاطلال. سي بور سات ريزون لو فيراج اليوم التكتل تاع اليوناف تاع وليد صادي مع المصري مع التونسي وربما يدخل ليكزيكوتيف، وافريقيا اكتشفت المغرب، هناك مؤشرات قويه على اننا سنصبح كما كنا على الاقل اقوياء وربما اكثر، لانه في الوقت السابق روا بنى القوه تاعو على عيسى حياتو سي استراتيجي اللي مشات، ولكن احنا ما درناش نوصل من اللوبينغ مع الافارقه يعني غانيون وما دخلناش بوكو دالجيريان في ليزانسونس في مصر في يعني في مقر الاتحاد الافريقي في لي كوميسيون كوميسيرو ماتش. هاد الاشياء اللي تخليك قوي ما تسيبهاش، حنايا اللي زاجير نحاربوا بعضنا يعني اللي يطلع يقول نحي فلان نحي فلان نحي فلان نحي فلان، هذه هي الحقيقه. وبالتالي من اليوم حابس في النقطه والفاصله لوالد صادي اللي تكلم سفيان الملف الكبير القنبله الموقوته اللي خافوا يديروها هي حقوق اللاعبين، كنا قاعدين سيسبونداو الناس ما تقولش هادشي، لا سيسبونسيون كانت يعني ا دو دوا بور لالجيري كومبليت على جال انه لي كلوب يعطوا لهم لي ليسونس وهما انتردي دو ريكروتمون. هذا ملف شائك حلوا وين الناس خافت، وعديد من الاشياء تتحل ويكونوا ديزيرو سيرتينمون، ولكن انه ان انترينور اللي راح صافي بتات ميم با اون سيمان دي جور tu mets la pression am daro entraîneur am daro fulan mlih ماشي في واحد عنده الزهايمر واحد sa c'est la méchanceté gratuite. والناس ما عندهاش نقول ما عندهاش بتات بعد نظر، لانه عندي قناعه انه الناس قادره تضر الجيري اطراف الانتقام من رئيس، لانه هذا الرئيس ما حبش يكون رئيس قاصر او رئيس اسيستي كما محبينو الناس. سي بور سيت ريزون اليوم انا عندي قناعه لو اليوم تكون الدعم
وندخلوا ليزانستونس راح تشوفوا يعني ان كاف جديده مختلفه عن السابق. هذا ما كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. كيف العاده نشوفوا في فيديو جديد وديما مغرب.